ساعة ما بدأت، وأنا بالنسبة لي اللعبة دي حاجة مهمة قوي في حياتي، بتديني سعادة وحماس كبير جدا، وغير أنها طبعا بتخلي صحتي كويسة الحمد لله، وبتخليني عندي لياقة كويسة. انا لما جيت اختار التأديف انا ما كنتش عارفه حاجه عن التأديف زي باقي الناس في مصر عامه، الناس ما عندهاش معلومات خالص عن التأديف. اخترت عشان بنت خالتي كانت بتلعب تأديف، فانا جيت واستغربتها جدا لاني انا فعلا ما كنتش عارفه الموضوع عامل ازاي خالص. فبس ابتديت اتعلم، كان عندي 18 سنه، يعتبر سن كبير شويه بس كان مناسب، مش ما فيهوش مشكله. اللي خلاني اكمل ان انا حبيته جدا، حبيت قوي ان انا اجي كل يوم الصبح بدري قبل ما اروح الكليه مثلا، بعد كده بعد ما خلصت كليه بقيت اروح قبل الشغل. بحب قوي ان انا ابتدي يومي بان انا انزل الميه واقدف، وان انا امارس الرياضه اللي انا بحبها، فدي حاجه خلتني انا ما اقدرش ما اعملهاش. ولما لقيت التأديف هو بيعبر عني، يعني انا حسيت ان انا لقيت حاجه كبيره، فغير ان هو علمني حاجات كتيره قوي فعلا، يعني علمني قوه تحمل، اصرار وعزيمه. وفي اول خالص لما يعني ابتدينا نتعلم كنت قلقانه شويه من الميه، بس هو في الاول خالص بنتعلم في مركب، يعني عمرك ما ممكن مش هتقع منها، عمرك ما تتقلب ولا اي حاجه، هي سيف تماما وامنه خالص، ما فيهاش اي مشكله. انصح الشباب والناس كلها، الكبار وكل جميع الاعمار، ان الرياضه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وفعلا بتفرق جدا في نفسيه الشخص وفي صحته. الصراحه الواحد لما يعيش صحته وحشه دي حاجه ملهاش لازمه وحاجه ملهاش طعم، فيعني الرياضه الحاجه الاساسيه اللي بتخلي صحتنا كويسه.